الناس حاصله هي لا ريسبسيون بارطاجيو ماكسيموم سيتو بلي. راه الناس حاصله في انتر شيبينغ من البارح الباطو ما تحركش. بارطاجي او ماكسيموم سيتو بلي هكذا يقدر يوصل الميساج ديال الناس اللي حاصله في الباطو. بارطاجي او ماكسيموم سيتو بلي هادشي واقع دابا. فوالا بارطاجيو ماكسيموم سيتو بلي بارطاجيو معنا هادشي وسط انتر شيبينغ في وسط الباطو ديال السات. الناس راه حاصله دابا فايت 24 ساعه. حاولوا تبارطاجيو باش توصل للناس ديال الجريه. الباطو راه حاصل صافي 24 اور حاصلين دابا في الباطو. الناس واقفين من البارح هما راكبين. بارطاجيو ماكسيموم هاد الناس كاملين باغيين الصوت ديالهم يوصل لمونفا. واه صافي مزوجين. وي وي صح حنا مزوجين معليش ما تخافش حتى واحد فهادو ما غيهضر. واش هادو كاملين باغيين الصوت ديالهم يوصل ياك؟ اخويا طلق اللايف. واش الدنيا هاني اخوتي راكو كتصوروا؟ قولها بالصوت عالي. الدراري ايه اخويا خوتي واش معليش نصور الدنيا هاني؟ صور سي بون لحقاش جا عندي واحد قال لي راه الناس ما يبغوكش تصورهم من أن المشكل يتعلق بالتزويد في الوقود وليس هناك أي مشكل آخر. سيدتي سادتي المشكل يتعلق بالتزويد بالوقود وكل السلطات منكبة على حل هذا المشكل وتزويدنا بالوقود. بعد ذلك يمكننا الإبحار. ليس هناك أي مشكل. سيداتي سادتي جميع السلطات منكبة على هذا التزويد وننتظر التزويد في أقرب وقت ممكن. تحية لجميع متابعي ومشاهدي قناة عثمان برشلونة من جديد. كما العادة أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. خوتي كما شفتوا معايا في المقدمة هذا فقط مقطع صغير من الفيديو اللي غادي يخليكم مع الكمالية ديالو في آخر الفيديو. كنتمنى تشوفوا حتى الآخر وتكثروا من البارتاج باش يوصل هذا الشيء هذا للمسؤولين ديالنا، لأن على حساب ما كيبان المسؤولين ما كيشوفوش هذا الشيء وهاد الروينة وهاد الفوضى وهاد العذاب الأليم اللي كدوزوا الجالية المغربية مع هاد الشركة. كما شفتوا البارح الباخره بقات محجوزه والناس يعني في الباخره. وكما شفنا كاين اطفال كاين يعني مسنين كاين مرضى كاين نساء يعني كاملين مدوزين العذاب الاليم. بغينا هادشي هذا يوصل للمسؤولين ديالنا لان على ما كيبان هادشي هذا راه ما كيوصلش ما كيشوفوش. اذا كانوا كيشوفوا هادشي هذا وما كيعملوا حتى شي حاجه فهذا راه مشكل كبير وكبير بزاف اخوتي. كما عارفين كانت يعني التعليمات السامية ديال جلالة الملك فيما يتعلق بالرحلات البحرية والجوية يعني شنا أثمنة خيالية شنا حتى ناس من دول أخرى كيهضروا على هذه الأثمنة الخيالية وكيشكروا جلالة الملك وكيوصلوا رسالات الرؤساء ديالهم يعني جاتهم الغيرة من هذه المبادرة ديال هذه الأثمنة الخيالية. لكن يا فرحة ما تمت كما كنقولوا احنا يا أخوتي دائما دائما ما كتكون يعني ما كيكونش الكمال حتى الاخر. وكنعطيو للاسف فرصه للانفصاليين واعداء الوطن باش يجبروا ما يقولوا اخوتي، لانه لا يعقل يعني نكلفوا شركه ما قداش من المسؤوليه ديالها. لان ما يمكنش على حساب ما سمعنا يعني في المكبرات الصوت ديال الباخره كيهضروا على البنزين يعني على الوقود. يعني ما يمكنش نهار كامل ما عرفتش انا 24 ساعه ولا ما عرفتش شحال والباخره واقفه. شنا قبل اخوتي يعني كاين الناس اللي يعني كاين فوضى وكاين اخبار اخوتي كتقول باللي غادي يمنعوا هاد البواخر باش يوقفوا تما في ميناء سد. هاد البواخر هادو اللي خالقين مشاكل اللي كيما شفتوا كاين فوضى كاين تجمهر ديال الناس وحنا في الوباء يعني بحال اللي ما قديش من المسؤوليه. وكنشوفوا يعني المسؤولين كنشوفوا واحد الصمت رهيب من طرف المسؤولين لا احد يحرك ساكنا. يعني الصراحه كنحسوا بلي كاين تقصير وتقصير بزاف هاد المره في حق الجاليه المغربيه. كانت وعود يعني برحلات بحريه من ميناء اورتيماو ما شفنا حتى شي واحد خرج وقال شي حاجه. علاش يعني ما كانش هاد الرحلات البحريه؟ حنا كنقدروا يعني جميع الظروف يعني واللي تسبات يعني في انه ما تكونش هذه الرحلات البحريه، ولكن احنا من حقنا غير نعرفوا اخوتي. كيبان لي باللي الرحله باللي العطله الصيفيه انتهت،
الصراحة أنا شخصيا كنت غادي نقطع، ولكن في هذه الظروف هذه ما نقطعش أنا، واخا يعطيوني داك البي غراتيس والله أخوتي ما نمشي. لأن باش نمشي أنا نكرفس وليداتي، يعني ما نعرفش شحال ديال الطريق، ما نهضرش عليا أنا عندي ثلاثة ولا أربعة سوايع ديال الطريق، كنهضر على الناس اللي عندهم نهار ديال الطريق من غادي يجيو، زيد عليها نهار نهار ما يحيدوا لك حتى شي واحد، أنت وليداتك مكرفس تما في الميناء، زيد عليها بقينا كنشوفوا نهار خصنا نبقاو في الباخرة قبل ما تقلع، زيد عليها ما عرفت 3 أيام ولا 4 أيام ديال الطريق، إذا ضربنا هذا الشيء هذا إذا بولطة واش عندنا 7 أيام ولا 10 أيام غير في البحر وفي التكرفيس، يعني والعطلة راه المخير عنده شهر وشهر ما كاملش. ولهذا يعني كنطلبوا المسؤولين ديالنا تكون شي توضيحات وتدخل، وكما قلتكم يعني كاين اخبار كتروج باللي السلطات الفرنسيه غادي تمنع هاد البواخر اللي هي فيكتوريا اونو والباخره اخرى مابقيتش عاقل على السميه ديالها، غادي تمنعهم يعني باش يعمروا او لا باش يوقفوا حنا باش يعملوا امبركاسيون تما في الميناء ديال سيت، غادي تمنعهم. هادشي هذه اخر الاخبار اللي كتروج اخوتي، واش تفهمنا؟ يعني كنطلبوا من المسؤولين ديالنا يتدخلوا بسرعه ويشوفوا حل، يعني ما يمكنش نزيدوا اخوتي، يعني كما قلت لكم راه العطله الصيفيه قريبه تنتهي وكاين التكرفيس والناس باقا كتسائل لحد الان، السيت ديما مبلوكي ديما مبلوكي 24 ساعه على 24 ساعه، والتذاكر يعني تنفدات كامله، كيفاش وقع في هذا الشيء هذا؟ هذا السؤال اللي كيطرحوه يعني جميع المواطنين المغاربه المقيمين بالديار الاوروبيه، فين مشاو التذاكر؟ ضيف الى هذا يعني المشاكل اللي كاينه في ميناء سات من غير يعني الخدمات، وهذا فعلا كاين الناس تواصلوا معنا قولنا كاين الجوده لا في البيوت ولا في الاكل ولا في كل شيء، هادشي هذا كامل ما ننكروش، ولكن كاينه ضروريات اللي هي مهمه اللي هو ما كاينش التنظيم، ما كاينش يعني شكون هذا اللي غادي يقطع ما كيشوف هادشي هذا؟ حتى شي واحد، انا شخصيا ما انا صافي عملت بالناقص من المغرب والله العظيم، مش مشينا نكرفس وليداتي ونبقى تما مصيب، يعني ماشي لواحد البلاصه ما ضامنش راسك وما عارفش شنو غادي يوقع. المهم اخوتي نخليكم يعني مع التتمه ديال الفيديو، كنتمنى البارتاج بكثره، وهنا اخوتي السلطات الفرنسيه تحجز على باخره تابعه لانتر تشيبينغ على متنها مهاجرون مغاربه، قررت السلطات الفرنسيه تنفيذ مسطرة الحجز احتياطي على باخرة تابعة لشركة انتر تشيبينغ المعود لها بتدبير عملية مرحبا 2021 في الوقت الذي لم تخمد فيه موجة الغضب الذي أشعلته الشركة على خلفية فشلها في توفير تذاكر لزبنائها رغم أدائهم لثمنها، ولم تتمكن الباخرة التي استأجرتها انتر تشيبينغ من مغادرة ميناء سيت الفرنسي بسبب عدم أداء مستحقات الوقود العالقة في ذمة الشركة، ما أحج غضب مئات من المسافرين وجدوا أنفسهم عالقين بعدما كانوا قد بدأوا رحلة العودة إلى المغرب لقضاء عطلة الصيف وعيد الأضحى. وتنضاف هذه الفضيحة بعدما فشلت الشركة خلال الأيام الماضية في توفير تذاكر السفر لفائدة زبنائها على الرغم من أدائهم لثمنها، وتفاجأ المسافرون ومعظمهم من المغاربة المقيمين في الديار الفرنسية من توقف عمل موقع الشركة الإلكتروني بعدما فتحه لتمكين الجالية من اقتناء التذاكر، وعاش ميناء سات الفرنسي حالة من الفوضى بعد تجمر المغاربة القادمين من فرنسا ومن العديد من الدول الأوروبية المجاورة لها للمطالبة بإيجاد حل للواقعة، قوبل بتدخل الشرطة الفرنسية. وآخر ما كاين أخوتي يعني السلطات الفرنسية ما عرفتي أنا، المهم في الساعات القليلة المقبلة يعني غادي نشوفوا ما صحة الخبر، لأن غادي يمنعوا هاد الشركات يعني بالإمباركاسيون في ميناء سات لأنه خلقوا فوضى وفوضى كثيرة، وكما يعني باخرة باش تبقى واقفة لك تما 24 ساعة حاجزة المكان، يعني كاين التفكير في نقولوا طرد هاد الباخرتين، يعني نخليكم مع تتمة الفيديو، وكنتمنى البارتاج بكثرة باش يوصل هاد الشيء هذا للمسؤولين باش يكونوا حلول، لأن كما قلت لكم المغاربة يعني كيدوزوا العذاب الأليم باش يمشيو يشوفوا الأهالي ديالهم ويصلوا الرحم مع الأحباب ديالهم ويعيدوا مع الناس ديالهم، ولهذا البارتاج بكثرة اللايكات، وفي المساء إن شاء الله غادي يكون معنا مدير وكالة أصفار اللي حتى هما كيتشكاو من هاد الشركة ومن التدبير ديال هاد الشركة، ويعني يكونوا في المباشر إن شاء الله اليوم في 11 ديال الليل. تهلاو لي فراسكم، نهاركم مبروك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارطاجيو معنا هادشي وسط انتر شيبينغ في وسط الباطو ديال السد، الناس راه حاصلة دابا فايتها 24 ساعة، حاولوا تبارطاجيو باش توصل للناس ديال الجرية، ما تروح حاصل صافي 24 حاصلين دابا في الباطو.
الناس واقفين بالله هما راكبين بارطاجي وماكسيموم فوالا هادشي راه وصل الباطو ديال انتر شيبين هما الناس ديال لا ريسبسيون ما كاين حتى شي مسؤول كيتدخل مع هاد الناس لا حتى شي حاجه الناس هنا راه حاصله الباطو مازال ما تحركش من البارح نورمالمون مع 8 ديال الليل خصو يتحرك الباطو مازال ما تحرك الباطو الناس هنا راه حاصلين من البارح بارطاجي وماكسيموم هما الناس هنا محتجين صافي الناس هنا محتجين بارطاجي وماكسيموم سيتو بلي الناس محتجين وصل الباطو هذا الباطو ديال انتر شيبينغ اللي نورمالمون خصو يدير الديبار البارح الليل مع 8 ديال الليل دابا هادي 8 هادي درجة سعود عندنا والباطو مازال ما تحرك فوالا الباطو راه يوقف بلاصتو فالي بارطاجي او ماكسيموم سي تو بلي باش هكا السيدان يقدر يوصل بارطاجيو عافاكم معنا هاد لا فيديو باش يوصل حتى لخوتنا اللي ديجا مقطعين مع انتر شيبينغ باش يعرفوا الحقيقه ديال هاد الشيء كيفاش كيدوز ان كاين سوء ديال التنظيم في هاد الشيء سيرتو بلي هكا يوصل الصوت لكاع الناس اللي معنيه بالامر اللي ديجا الناس عندهم لا ريزيرفاسيون ديالهم شوف هاد النهاني هادو هاد الناس كاملين باغيين الصوت ديالهم يوصل لموقع واه مزوجين وي وي صح حنا مزوجين معليش ما تخافش حتى واحد في هادو ما غيهضر واش هادو كاملين باغيين الصوت ديالهم يوصل ياك اخويا طلق اللايف واش الدنيا اخوتي راكو كتصوروا قولها بالصوت عالي الدراري ايه اخويا خوتي واش معليش نصور الدنيا هانية صور سي بون لحقاش جا عندي واحد قال لي راه الناس ما يبغوكش تصورهم من هذاك هذاك راه اللي خدام معاهم هذاك فوالا خوتي هانتوما كتشوفوا الناس كيفاش راهم حاصلين في الباطو ديال انتر شيبينغ ما كاين حتى شي مسؤول اللي يقدر يتدخل فايس 24 ساعة كاينين الناس اللي مراد اللي الناس اللي اونديكابي اللي خصو الدواء ديالو اللي خصو شحال من حاجة الناس حاصلة هنايا ها هو الباطو بارطاجيو الخوت بارطاجيو ماكسيموم توصل الناس ديال الجارية عافاكم وما كاين لا ماء لا قهوة لا حتى شي حاجة هنايا حتى شي حاجة حتى شي حاجة قتلوني هادو هنايا 24 ساعة فات الناس مريضة هذا الباطو ديال فيكتوريا اللي نورمالمون خصو يخرج البارح لو 15 وراه باقي حاصل مازال ما مشى هذا الباطو هذا الناس مرميه في الباطو راه ما كاين والو سيلتو بلي الناس لا ريسبسيون ما عارفينش حتى هما حتى حاجه ما عرفناش شنو واقع تيقول لك المشكل الغازوال وراه من البارح من 8 ديال العشيه ودابا 9 ديال الليل هما تيقول لك كاين المشكل ديال الغازوال فين هو هذا الغازوال واخا ما نعرف بنادم يجيب الغازوال على رجليك هذا ماشي مشكل ديال الغازوال حنا ما عرفناش شنو هو هذا المشكل هذا الي بارطاجيو ماكسيموم سيتو بلي عافاك هكا تقدر توصل للناس اللي هما ديجا مقطعين مع انتر شيبينغ